لما يكون عندك مشروع يفوق مليار و200 لازم لجنه المدح. لجنه المدح تتاسس من رئيس المجلس الشعبي البلدي والانتخابي والتريزوري والسياد والمراكب المالي. السنه الماضيه عرفنا من قريب بس رجلين تاع الناس في مشكله فوتونا ثلاث مشاريع فوق مليار و200، لانه يستحيل انك تفوت مشروع ولا تتبع مشروع فوق مليار و200 وما تكونش عندك لجنه المدح. القانون سبقت عليه، هو القانون لازم يطبق. وبالتالي سيد المسير يعني اجتهد فعلا جميعا ووقفنا وحشدنا ناس وكنا في لجنه الولايه وقال لك هذه الاخيره. السنه هذه صنعت كذلك نفس الشيء، ونروح ونطبطب ونهشم، وهذه ماشي فوتونا في لجنه الولايه، لان لجنه الولايه للصفقات تخدم برك دفاتر الشروط تاع الولايات التنفيذيه وليس البلديات. وبالتالي هذا مثال واحد من العديد الكثير اللي خلات بلديتنا تعرف يعني نوع من الشقاء ما تمشي صوالحها. لهذا كنا مسؤولين، ماشي بالغرس وحده ولا السيد بالعرج النائب وحده ولا السيد المتصرف ولا، كنا مسؤولين باش نداوي هذا الجرح جماعه. كنا مسؤولين باش نداوي هذا الجرح. لازم تلم الشم. هل ولادنا هما جوزنا، ولادنا لازم تلم الشم. ونقود البلديه بولادنا ان شاء الله. كما كان الحال. احترام للسيد المتصرف على الكلمه بانه انت قمت بالواجب تاعك ولا زلت تقوم بالواجب، وكنت مشكور بارك الله فيك. كذلك حبيت نقول بحق السيد بن قاده يخلف حاج يخلف ربي يرحمه، يكفيه شرفا ويكفي عائلته شرفا، انه كان ثالث رجل في الجزائر بعد رئيس بلديه في الجفه 30 سنه في مجالس المنتخبة، كان رئيس بلديه في الصغار كبيرة الله اعلم، ثاني عنده 30 سنه ويجي وراءه الحاج يخلف الله ربي يرحمه. إذا يكفيه عائلته ويكفيه شرفا، لأنه هو قام بتسيير هذه البلدية. يعني أصاب له أجر أجرين، وإما أن يصب له أجر. ماشي سهل أن تسير البلدية وترضي كل الناس. غاية الناس لا تضرب. يرضاك الناس ولا نقول يرضاك. الناس غاية لا تضرب. وبالتالي رحموا عليه وجدوا لها رحمات، وهو مشكور في قبره. ويعني وان شاء الله ربي يربطه برحمته ان شاء الله. ختاما نسال الله تعالى ان يحفظ بلادنا وبلديتنا ويجعلها امنه ومستقره، وتعود علينا هذه المناسبه، اقول في هذه المناسبه اعوام عديده ومديده في ظروف احسن وارقى من هذه الظروف ان شاء الله. المجبر كل المشاهدين الابرار تحية الجزائر والله ولي التوفيق وشكرا.